اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم هنا والاصدقاء. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. واحنا بقى النهارده هيكون معانا مكالمات وهنعمل تجربه وهنستضيف عم بركات، وهيبقى معانا احمد وحازم، وهم اطفال موهوبين، واحنا نتكلم معاهم ونتعرف معاهم اكتر. وهنطلع فاصل ونرجع تاني عشان نستضيف عمو بركات. باي. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً الأطفال، الموديل. دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال موديلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. ورجعنا لكم تاني ومعانا عمو بركات، ويلا نسلم على عمو بركات ونشوفه كويس ولا لا. ازيك يا عمو بركات؟ احنا على الهوا على فكره. إيه والله؟ ماشي. مساء الخير، كل سنه وحضراتكم طيبين. يا رب يا رب يصلح حالكم ويديكم الخير يا رب، وربنا يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرضى عننا اجمعين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والعيد بقى داخل وبتاع بقى، وفته وسمك. وما بياكلوا ايه في العيد الصبح؟ كحك وبسكويت. انا ما اعرفش، انا نسيت اصلا. لا لما بيصحوا في العيد بياكلوا كحك وبسكويت وشاي بلبن. وشاي بلبن وممكن مثلا عصائر والتفاح ومانجا. التفاح يعني كل حاجه. بس انا زعلان يا جماعه. ليه؟ انا من الحلقه دي كنت اسعد انسان في الدنيا وداخل مبسوط والابتسامه شمعاء على وشي. جت الاستاذه هنا بدات الحلقه وراحت قالت هيبقى معانا مكالمات وتجربه، بعدين بقى لما ربنا يسهل معانا عمو بركات، وبعد كده بقى معانا احمد وحازم. ايه نسيت الاسم ده؟ بعمل ايه؟ نسيتي اسمي؟ نسيت اسمهم. لا انا بتكلم عليا انا، نجم العالم. لا ما نسيتش. تقولي الاول هعمل تجربه. الاول هيبقى معانا مكالمات، وبعد كده معانا تجربه، وبعدين بقى لما ربنا يكرمنا نبقى ندخل عمو بركات بقى، صح؟ عشان دي اشياء. اشياء؟ هي الاشياء اهم مني؟ هي الاشياء اهم مني؟ معلش ما تزعلش، في كل الحلقات الجايه هقول عمو بركات الاول. حاضر. انا كبير يا بنتي في السن وانا صغير، بس انا عارف انت عملتي كده ليه. هي الغيره الفنيه يا جماعه والنفسانه الفنيه. انا مش غيرانه. لا في غيره فنيه. حضرتك اللي غيران. انا غيران ليه؟ حضرتك اللي غيران. انا مش غيران ولا حاجه يا جماعه. انا عايز اقول لكم حاجه، اللهم صل على النبي، الله اكبر عليا يعني، ربنا يحميني. اول ما ركبت اوبر وانا شاهدتها، اول ما دخلت الاستوديو ووقفتها قدام سواق الاوبر، واللي حصل ده يعني هو مشهور يعني في الاخر. هو مشهور. اول ما ركبت كده راح الراجل المحترم قال لي انا محظوظ. قلت له حضرتك رايح اكتوبر؟ قال لي لا انا مش مصدق اللي انت راكب معايا. اقعد بقى يقول لي طبعا كلام كبير قوي الحمد لله. ويعني طب سؤال، تصور معاك؟ ايه؟ تصور معاك؟ فضل بقى يقول لي انت جميل وانا بحبك وربنا يوفقك. عدي السؤال ده ما تحرجنيش عشان بس اقول الصراحه. بس مشهور يعني، صح ولا ايه؟ واول ما دخلت انا الراجل ده يعرفني انا مشهور. فهنا بقى حصل التاتش بتاع ايه؟
اللي هو ايه الغيره بقى الفنيه اللي هو انا مش غيرانه. طب امال ليه بتبدي معانا مكالمات وبعد كده عمو بركات واحمد ليه؟ ليه؟ عادي انا كنت عايزه اقول كده، هو جه الكلام معايا كده اصلا، وانا وحضرتك ما قلتليش ان انت عايز اسمك يكون اول اسم. ايوه ما عشان انا في حاجات ما بتطلبش، في حاجات بتتحس. طيب في الحلقات الجايه هنقول معانا عمو بركات كويله وبعديها كل الحاجات دي. وانا عايز بس اقول حاجه، نجم مصر. ايوه نجم مصر والعالم. عايز اقول حاجه، هي وقعت بلسانها قالت انت ما قلتليش اللي انا اقول ايه اسمك يعني في الاول او كده، لان احنا عندنا في البرنامج هنا في ديمقراطيه حاده، ولكن ما بنقولش مين يتقال ايه ولا مين يتقال الاول. الحمد لله هي اعلاميه شاطره وناجحه وهي بتدير امورها دلوقتي، وخلاص من ساعتها لبست الاربيس ما حدش عارف يتكلم معايا تاني خالص. انا بقول لك ايه، الحلقه دي هتسلم. بصي الحلقه دي معاهده سلام، والله خلاص معاهده سلام. معاهده سلام ازاي؟ مش عارف حتى معاهده سلام كده. بس كده، اصل احنا قبل الحلقه ما بنسلمش على بعض كده، بنسلم على بعض ازاي؟ بس كده بنسخن بالضربه دي عشان نخش كده الحلقه. طيب معانا ان شاء الله حازم واحمد، او احمد وحازم الاثنين، او احمد وحازم، او حازم واحمد. تمام. طيب بقول لك ايه، هقول وانت حاولي تقولي معايا. عايز الشوكولاته، الشوكولاته بتاعتي اكلها تا 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 تا، اكلها براحتي. عايز الشوكولاته، الشوكولاته بتاعتي اكلها تا 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 تا، اكلها براحتي. شوكولاتي بالنسبه لي سبب سعاده اللي تخيل، شوكولاتي في التلاجه ما بيفرقش معايا حاجه. يا اللي مزعلني خلي بالك مني، بالشوكولاته تقابلني انت اكيد فاهمني. اوعى تقول لي بعدين شويه شويتين لاي. لا 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 لا، عايز اقول لكم دي كده نبذه، نبذايه يعني من الاغنيه بتاعت الاطفال ان شاء الله اللي نازله على العيد. هتشوفوا بقى يعني كفايه اللي احنا بنغني للشوكولاته يعني، وهي بقى ما شاء الله هنا وكل الاطفال. تعالي بقى نقول اسامي الاطفال عشان دول اللي بيتفرجوا عليها ممكن يخلصوا علينا بعد الحلقه. ورحيق وجوليا وميشو محمد وانا كده كلهم، وعمو بركات كويله. البلطجيه نسيت البلطجيه. نورسين. نورسين كده الحمد لله قلنا الطقم كامل. كان معانا طفله كده لسه ما كملتش سنه كويس، دي اخت محمد. انا شلتها على فكره. شلتيها برضو؟ ما انا شلتها برضو. فاحنا بنوجه لكل الاطفال واهاليهم كل سنه وانتم طيبين. ايوه طب ما كنت انا اللي هقول كده. طيب انا عايز بس اتكلم في حاجه، احنا ما قلتلناش المره اللي فاتت التجربه ايه اللي حصل. حاضر. تحب تعرفها؟ اكيد طبعا احب اعرفها، والناس اللي كانت بتتفرج على الحلقه اللي عايزه تعرف. طيب اوكي، اول حاجه الميه بتتكون من جزيئات اللي هو طبقات، فلما الصابون جه على الميه، الميه الجزيئات بتاعتها اتفكت من بعضها، فالفلفل راح معاها، جزيئات بعدت عن بعضها، اتكسرت اتقصت كده من النص فبعدت، فالفلفل بعد معاها. يعني عشان الميه متكونه من كذا جزيئات، جزيئات يعني طبقات بالزبط. مش طبقه واحده، كذا طبقه سبحان الله يعني. فلما الصابون جه، الصابون يعني بعدها عن بعضها، فصل الجزيئات دي عن بعضها سبحان الله. الفلفل يعني راح معاها. عشان كده بنقول العلم نور. طيب انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا تخص الانسان. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا احنا ليه بنحب نفسنا غلط، صح؟ او ليه عشان نبان ان احنا كويسين او شاطرين بنعمل حاجات غريبه ورهيبه. انا بقى على الهوا انا جاي في دماغي فكره معينه من زمان عايز اتكلم فيها، بس مش راضي اتكلم فيها عشان بقول انا مين عشان اتكلم في حاجه زي كده يعني. كويس انا حد عادي، بس انا عايز اقولها عشان انا حقيقي تعبان. سلامه. الله يسلمك يا نون. انا شايف يا جماعه، اصلا شايف ان حاجه كمان عمرها ما هتتحقق، ما اعرفش ليه، لان الاغلبيه بيعملوا الحاجه دي، فمش هياخدوا قرار، او حد هياخد قرار ان هو يبطل حاجه زي كده او يمنع حاجه زي كده. يا جماعه انا عايز حد يقول معايا بلاش تدخين في اماكن عامه، عشان انا تعبان، انا تعبت يعني، انا تعبت، انا حاسس ان انا مش قادر اخد نفسي في اي حته في اي يعني. من فضلك عشان انا ريحه انت كمان انت كمان كده ريحه ما بتعجبنيش، وساعات بكح كتير بسببها. طب انا شايف ان لازم أن يبقى في حل يعني. انا واحد ما بدخنش، شاب وقمر ومعروف ومشهور الحمد لله رب العالمين، ما بدخنش.
ايه ذنبي ان كل مكان امشي فيه الاقي فيه وخصوصا الناس مثلا اللي بتبقى في محل او في مش عارف ايه او في بتاع ماسكين السجاره بكل عزه نفسي ونفخ الدخان وكل شهامه، ليه يعني ما اشربها في عربيتك، اشربها في بيتك، اشربها في يعني انا حاسس ان احنا الدخان اكتر من الناس، يعني مش عارف اقول ايه لو الصراحه. لو في حد عايز يشرب اي اصل أي بصي كان يعني اللي عايز يبطل تدخين ان شاء الله ربنا يرضى عنه ويبطل، لو هو عايز هيلاقي حلول كتير، بس انا بقول عشان في ناس يقول لك اصل هي في دمي، اصل هي في عقلي. حقك، قول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، انت براحتك كويس، بس على الاقل احترم خصوصيه الناس اللي ممكن يكون عندها حساسيه، اللي ممكن تكون تعبانه، اللي ممكن يكون منهم ابنك، بنتك، امك، اختك، اخوك. فيعني انا برجو اي حد بيشوفنا يحاول يتكلم معانا عشان القصه دي بجد انا تعباني بقالي سنين وكذا مره عايز اتكلم. بس انت بتضحكي على ايه؟ لا عادي. انت بتدخني ولا ايه؟ تمام. فانا برجو ان اي حد بيشوفنا دلوقتي حالا او بيشوفنا في اي وقت او بيشوفنا على اليوتيوب او على الفيسبوك، يا ريت يا جماعه لو في حمله تحصل او اي قرار ينزل في البلد او اي حاجه تنزل تمنع التدخين في الاماكن العامه على الاقل، على الاقل، عشان بجد الشعب تعبان، ناس كتير تعبانه ما عندهاش الجرأه ان تقول لحد بعد اذنك اقفل السجاره دي ولا ما اعرفش بيقولوا فيها ولا بيعمل ايه. في ناس كتير محترمه وذوق ولارج. انا مثلا بقعد في كافيه معين كويس، الكافيه ده ممنوع فيه التدخين كويس، والجزء اللي فوق فيه تدخين، فيجي واحد ظريف لطيف يروح ماسك السجاره وشارب في المكان اللي ممنوع فيه التدخين اللي انا بقعد فيه انا وناس كتير ما بيحبوش التدخين، فيروح مولع السجاره، فيجي الولد الويتر يقول له بعد اذنك ممنوع التدخين، التدخين، فيقول له حاضر حاضر استنى لما اخلصها. اموت انا عشان سيادتك تخلص السجاره؟ في اغلب الاحيان بقوم انا من مثلا الترابيزه هنا وهو اخر هنا، طبعا الدخان بيوصل لنا، فبضطر ان انا اقوم لا اخرج بره الكافيه خالص لا امشي بعيد. فليه؟ عشان ازوق، انا مش عايز احرجك طالما الويتر قال لك ممنوع التدخين وانت برضو. طب يعني ما انا ربنا يصحح حال الناس. انا جالي حساسيه دلوقتي، انا تعبان، انا تعبان، وفي ناس كتير تعبانه من الموضوع ده وشايفين ان هم مش من حقهم ان هم يتكلموا، بس انا شايف لا، من زي ما انت من حقك تدخن انا من حقي كمان اقول لك ما تدخنش جنبي. مش عايز اتعصب، انا لما بتعصب ببقى امور كده وشي بيحمر صح؟ بس ده من موضوع يعني اللي احنا نحب نفسنا ما نحبهاش غلط بقى، فيا ريت عشان ما نطلعش يعني ناس اللي هو ايه حبك لنفسك عشان تشرب سجاره عشان تظبط بيها دماغ نفسك اللي انت بتحب اصلا نفسك، يا ريت تحبها صح وتفكر في نفسك صح فتفكر في اللي حواليك برضه. والله على ما اكل شيء. بس يعني بس ممكن تاخدوها في العربيه، تاخدوها في البيت بتاعكو، عشان في مش الناس بس اللي بتتعب، الهواء بيجي له فيروس والكورونا ساعات بتاخد من الحاجات. ربنا يسترها، ربنا يسترها. ما انت يعني احنا بنشم هواء ملوث، انت عايز اكتر من كده؟ يعني من حرام الدخان. انت عارفه انا اقول لك على حاجه، انا جه في مره جه في خيالي كده ان انا لو طلعت الفضاء كويس وبصيت فوق مصر، انا حاسس ان مصر هلاقي بتطلع دخان، والله العظيم. يعني انا احساسي بيقول لي كده، انا مصر الوحيده هعرفها اللي هي بتطلع دخان. التدخين كتير اوفر واي حد بيدخن. انا ينفع اقول حاجه؟ انا النهارده وانا جايه في الطريق شفت دخان مصنع كده في عنده الانبوب اللي بتطلع دخان، دخان اسود اسود اسود. يا ساتر وكتير كده، يعني فضل ماشي معانا الدخان كتير. وممكن اقول حاجه كمان بقى بمناسبه الدخان بقى، انا دايما بقول انا مش مصلح اجتماعي عشان اقعد اقول واقول، وانا طول الوقت بحسس الناس ان انا يعني طفل مع الاطفال بتوعي، طفل مع الاطفال اللي شغالين معايا، مش عايز اروح لفئه معينه وطريقه واسلوب معين من الكلام. بس انا اقول حاجه غريبه جدا حصلت امبارح او اول امبارح، وامبارح يعني حوالي يومين كويس، في حته كده في الكوبري بتاع احمد عرابي المهندسين كانت مولعه كلها حوالي 30 40 50 60 70 80 متر كمان، يمكن 100 متر مولعين في حته كده واسعه عند ارض المطار،
دخان رهيب 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 بمعنى كلمة رهيب، لدرجة ان هو كان مغطي الجزء بتاع المهندسين وشارع السودان كله كده دخان، ومفيش ما فيش اي حاجة. انا كنت بتمنى ان النطرة بس تنطر عشان تطفي النار دي عشان الدخان ده يروح. ابقى في بيتي بكح من الدخان، في اخر المهندسين بكح برضو، يعني اخر المهندسين دي مسافة بعيدة من المنطقة اللي هي فيها الحتة بتاعت المطار، فما فيش حد اتكلم، ما فيش حد قال، يعني من الاخر شوف كام واحد عنده حساسية الضر عشان ما فيش حد عمل حاجة، عشان عادي الدخان ده عادي جاي من اي حتة بقى، ما حدش عنده فكرة اشوف الدخان مين اللي بيولع، ايه الحتة المنطقة اللي بتولع الدخان ده جاي منين. طيب يا عمو بركاتي بسألك سؤال، طب هو ايه الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة؟ انت بتتوهي. لا بسأل. قالوا لك توهي صح؟ لا بسأل. طيب انا بس انا هقفل بس النقطه دي، هقفل بس النقطه دي. ارجو يا جماعه موضوع التدخين في مصر والدخان بصفه عامه ننظر ليه، انظروا ليه بس، نبص ليه بس خلاص. نو سموكينج اتمنى. يعني لا للتدخين. اوكي انا في الانجليزي ما اقولكيش بره، انا واخد كورسات اتعلم الانجليزيه في ساعتين. اوكي انا بقى عايز اسال يا مباركات، احنا ايه الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده؟ ما خلاص بقى، انا عزه النفس خدتني، انا تعبان يعني. غير التدخين. طيب احنا ان شاء الله هيبقى عندنا حازم واحمد ان شاء الله نعمل معاهم التجربه ونتعرف بقى عليهم ونتكلم معاهم الفقره بتاعتهم كلها. انا عايز بس اسالك سؤال، انت بتحبي نفسك ازاي؟ يعني ايه الحاجات اللي بتعمليها حاسه ان انت بتحبي نفسك فيها يعني، او انت بتقولي انا بعمل ده عشان انا عايز اعمل كده عشان احب نفسي؟ الحاجه ان انا بحب ابسط نفسي ومعملش حاجات تدور العالم، واهم حاجه ان انا ثقتي في نفسي، وفي حاجات كتيره يعني اهم حاجه فيهم الثقه في النفس. ماشي. لا ايه يعني مثلا اقول لك، انا مثلا ممكن اكون بحب اشرب قهوه مثلا عشان بحب، انا دي حاجه بحبها لنفسي انا شخصيا. كنت مثلا كنت بحب انزل اجري شويه في حته معينه عشان دي حاجه انا بفيد بيها نفسي. أوكي. بس ما بضرش بيها حد. انا يعني الحاجات اللي بتخليني ان انا احب نفسي ان انا ما اضرش حد، يعني قصدي كده. ايوه ماشي. إيه انت بقى في حاجات معينه انت شايفه ان انت لما بتعمليها بتبقي مبسوطه؟ يعني مثلا العاب معينه، حاجه معينه؟ انا ما بقتش العب اصلا. الله يبارك لك. بقيت اذاكر. وده رساله لكل الناس اللي عايزه تخش الوسط. شوف بتقولي بقيت بتذاكر، طفله 8 سنين قلت لك ما بقتش بلعب، يا دوبك من الشغل للمذاكره من المذاكره للشغل. انا بلعب مع اختي يعني حلول. حاجه اللي بتبسطني ان انا برضو بقى العب مع حلا وخليها مبسوطه وكده، يعني بعمل وقت المذاكره وقت العب مع حلا وقت اعمل حاجات تانية وكده. طيب لو قلت لك مثلا اصحابك بقى الكتار ما شاء الله، مين فيهم بتحس ان هو بيعمل حاجه وهي غلط بس هو شايف ان هي صح، او يعني بيكررها كتير فهو مقتنع ان دي حاجه صح؟ بلاش تقولي اسمه، بس قولي ايه اللي بيعمله انت شايف ان دي حاجه غلط مش كويسه يعني. مش شايفه حاجه، مفيش حد، كلهم كويسين. الجيل اتغير قوي بجد. بجد انا بقول الحقيقه مفيش حد يعني. انا مثلا وانا في سنك مفيش حد بيعمل حاجه. هقول لك بقى، وانا في سنك كنا لما بنلعب كوره كان في دايما عيل رزل اسمه محمود مراد، رزل لازما كل ما يشوف حد ماسك الكوره داخل فيه جايبه على الارض موقعه، نقول له يا ابني الكوره مش كده، يقول لك يا عم انا بلعب كده مش عاجبكم طلعوه. فهو مؤذي، هو شايف ان هو لما يروح مشانكل حد وهو بيجرب الكوره بقى هو ده كده رياضي، بقى هو ده الرياضي الجديد يعني. فكنا شايفين ان هو شايف نفسه صح، بس كلنا شايفين لا انت غلط، بدليل ان في ناس بتقع كتير بتتعور وكده، فهو كده بيحب نفسه او شايف نفسه صح في حاجه هي مش صح. حضرتك إيه؟ صح. ايه حضرتك صح. حضرتك صح. طيب اسالك سؤال تاني. أوكي. قبل ما نروح للفقره الثانيه. اتفضل. هنا. نعم. مش هنا يا هنا اللي كلت الكنافه والقطايف. طيب تعالي نطلع فاصل بقى عشان نجيب حازم واحمد ونقولهم هنا، عشان موضوع التدخين اثر فيا نفسيا والله. يا جماعه انا مش درامي، ما بحبش الدراما يعني. اوكي. على راي حد بيقول لك احنا عايزين شويه فرفشه كده، عايزين نبقى فرفوشين. حد فرفشوا في بيتكم او في عربيتكم؟
طيب تعالي بقى طلعينا فصل عشان نجيب حازم واحمد عشان يقعدوا هنا وتبدا المفاوضات. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني مع حازم واحمد ومع التجربه. باي. لون باي. باي. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. هنا والاصدقاء. سي دي با با. قول له اديني مصروف في سي دي با با. خلصت كل فلوس. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً للأطفال الموديل، دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال موديلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون تقدم. عايزة إيه النهاردة؟ مرح من غير تكليف. مهما كان الصبر. ايديكم على بعض يا جماعة. برافو يا بسمة الله. برافو. ده انت كويس صح؟ كده معروف شوية على انا بحييك لان انت اخترت الاصعب فكرة ان انت تتعامل مع الاطفال دي. طب احنا رجعنا لكم تاني ومعانا عمو بركات كويلة ومعانا حازم واحمد. مساء الخير. مساء النور. طبعا انا مش هتكلم لان لو انا اتكلمت اقول كل حاجه عشان اللي انت عملته قبل ما ندخل ده على طول ده يعني مش ازيكم وعدوا نعدي انا نعدي زي بعض واخواتنا الصغيرين. اخباركم ايه؟ الحمد لله. عايز اسالك سؤال، انت ليه اول ما يعني اول ما قعدت قلت لي ايه؟ عايزك تقول كده للناس قلت ايه؟ انت اول ما قعدت مش من ساعه لا أيوة دلوقتي أيوة. حالا اول ما قعدت عايزك تفتكر كده وتركز. نعم هو اللي تقريبا صح. انت مش قال ايه؟ قال ايه؟ قال اول ما قعد قال ايه؟ مش فاكر. قال لك قال لدولكم يا جماعه اول ما دخل اول ما قعد كده انت مودك قفل لما اتكلمت على التدخين. قلت له لا ما تقلقش تمام. اسمي وسني وايه كمان؟ اسمي وسني وايه كمان؟ اسمي. ايه بقى اسمك وسنك وايه كمان؟ ما قلت لي ساعتها عرفني بنفسك. امتى؟ ايه؟ امتى؟ 5 دقايق. انت ايه هيجنني ده امتى الكلام ده؟ دلوقتي. انا قلت كده؟ ايوه حبيبي سامحني بقول انا قلت كده. انا مش اصلا مش مركزه معاك. لا انت اول ما قعدت قلت لي اسمي وسني وايه تاني او ايه وايه كمان بس انا كلمتك. انا جيت قلت لك السنه لما هنبدا افاجئك عشان انا اتخضيت من ايه اللي هو اول ما دخل ها هنتغدى ايه النهارده. يلا عشان نروح.
ماشي حازم واحد تمام. مساء الخير. مساء النور. لا هو ايه تمام يا ابني؟ ليه ايه تمام؟ طب هقول تاني حازم واحمد قولوا اهلا بيك خلاص كلام. حازم واحمد اهلا بيك. وهنا اهلا بيك. وبركات والحبايب وكل الناس اللي بتتفرج علينا. طيب ابدا مع مين فيكم الاول؟ هو عشان هو الاول. طيب انا عايز اقول بقى حاجه حلوه قوي 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 الصراحه واحترمتها في احمد وحازم، ان من نص ساعه كده يعني قبل ما نبدا البرنامج قلت حازم واحمد ولا احمد وحازم، راح احمد قال لا حازم الاول عشان حازم الكبير. صح؟ انت شاهد على هذا الحديث عندما قالوا، صح ولا لا؟ فانا بحييك اللي انت يعني واخد بالك ان اخوك الكبير هو اللي لازم يبقى المتصدر عنك في كذا حاجه. لا ما انا مش بقول لك ايدي بقى ونفهمني يعني كلام حلو صح. لا لا انا مبسوط منك كويس، ومبسوط برضو من حازم ان انتوا اصحاب كده وزمايل مع بعض بعيدا ان انتوا اخوات، ودي حاجه حلوه ان شاء الله لما تكبروا تبقوا سند لبعض كده ورجاله بجد وتنفعوا نفسكم وتنفعوا اهاليكم، وان شاء الله ربنا يكرمكم. طيب اتفضلي هنا تعالي التجربه. لا اتفضلي بقى. طيب انا عايزه اسال سؤال مهمه جدا، ايه اللي خلاكوا ان انتوا عايزين تطلعوا معايا في البرنامج؟ انا الاول الموضوع جه من عند ماما بمعنى صح يعني. اوكي. لقيت ماما جت وبعدين بتكلم حد فيعني بتردد اسمي كتير فخدت بالي من الاسم. بعدها بشويه سالتها ماما في ايه يعني كنت بتكلمي مين عني؟ حكت لي الموضوع فقلت لها تمام. فطبعا دخلت على بروفايل على فيسبوك بركات، دخلت عليه وشفت فيديو ويعني الفيديوز اللي انتوا كنتوا منزلينها، وبصراحه كنت عايزه نعمل معاكم برضو فيديو زي اللي انتوا بتعملوه تجارب والكلام ده يعني. اوكي. نعمل حاجه زيها. اوكي. انا نفس الحاجه. لا اتكلم خد فرصتك. فرحت اول لما انا عرفت ان هو بتقول لحازم ان هو هيطلع، فرحت قلت ايه؟ فرحت. اوكي. فرحت لحازم في نفس الوقت بقى رحت لقيت ماما بتقول اه يا سيدي كرامتك انت وحازم، فرحت قلت ايه؟ ايه ده؟ هو انا هطلع؟ فرحت جدا طبعا، فاتحمست جدا ان انا اطلع معاكم، فعشان كده عايز اطلع يعني كنت عايز. والله انا اقول لك حاجه، احنا اللي مبسوطين اللي انتوا معانا كويس. احنا بقى قبل ما نروح تاني للتفاصيل بتاعتكم المفروض ان هنا هتعمل تجربه دلوقتي. اوكي. صح؟ ونشوف التجربه عشان نرجع بقى احنا نكمل كلامنا مع بعض. اتفضل. اوكي. ينفع بس تحط الكاميرا على هيحط يا ست ما بلاش شغل بقى التناكه من دلوقتي بقى. اتفضلي يا ست انت هتحركي الناس على انا اسف. اتفضلي. هو كده لما الناس تتغير تاني. اتفضلي يا ست. اساعدك في حاجه؟ عايز تساعدني؟ لو عايزه اخليك تساعدني عشان انت عشان شكلك عايز. لا انا عادي. انا مش عايز. اول حاجه هنحتاج ميه، كوبايه بلاستيك، ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ بتادين. اسمه ايه؟ بتادين. افتحه لك؟ يعني اقوم بقى يعني انت من الاخر مش محتاجاني. ودي كوبايه ازاز، لازم تكون ازاز وفيها شوية كلور. انت بتشميها ليه؟ عشان اعرف ده ايه عشان نسيت. كلور. اول حاجة هنحتاج شوية مية، نص كوباية مية. طبعا انتوا عارفين يعني ايه كلور. كلور اللي هي قالت ده بتمسح بيه المية. تمسح بيه المية؟ تمسح بيه الأرض. حط نص كوباية مية قد كده. ينفع توريها؟ ما هو كان جايبها من عزب، كان جايبها وكان زي الفل. اوكي. نص كوباية مية يا جماعة. اوكي. بعدين هحط نقطتين تلاتة. هنا قولي لهم صوتي طالع. صوت عمو بركات طالع. عشان أحس بس كده. طبعا. عشان أحس بس يعني اللي أنا موجود في الحلقة. فهنحتاج نقطتين أو تلاتة من البسادين يعني. ايوه. طب استنى كده نشوفها بس اسبقي خليكي على كده وعم عزب هيظبط معاكي. اوكي. ده بتادين. الناس اللي هتسال كتير عم عزب ده ما شاء الله يعني مدير التصوير. نعم. عشان بس ايه. اوكي. دي له حقه. طب هو يعني نوع بتادين واحد ولا اي بتادين؟ ده هو بتادين واحد اصلا.
طب وبعدين هنجيب بصوا حبه كلور قد ده بقى الانفجار هنا صح ولا ايه حبه كلور قد كده قد كده اهو شايفين ايوه ولازم ثلاث معالق يا جماعه ثلاث معالق صغيره لا مش ثلاث معالق خمس معالق صغيره هو بيتاخد بالمعالق لا بصوا حط حبه قبل كده قد كده ماشي حط كوبايه ماشي بعديها الانفجار هنا صح؟ الانفجار هنا صح قولي بس بس ركز بس اهو اثبتي شوفي يا عم عزب بس يثبت عليك عشان اللي تعمليه يبقى واضح ثواني ثواني حاضر استني لما يظبط عليها اوكي حاضر اوكي شايفين اهو ايوه هي فيها كلور بس هو مش باين قوي يعني جيبي حطي حوت لميه عجبت لك يا زهر لا صحيح هو راح فين حاولت لميه هلا 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 هل هل. ما هو بس شايف مش شايف كان في بصوا كان في حبه ملون لو حطيتهم كمان هيختفوا صح ايوه ايوه اتفضلوا يا جدعان بنت مصر يا جدعان دي بنت مصر دي بنت مصر الكلور اقوى من البرازيل الايه الكلور اقوى من البرازيل انتوا فهمتوها يعني اه طب ممكن وانت واقفه كده تشرحي لنا بقى او اتفضلي اقعدي حضرتك مكانك انتوا فهمتوا حاجه يعني ايوه ايوه فهمت طب انتوا فهمتوا ايه ان ال قول كلور لو انت نزلت عليه بنزين وفي ميه انا هقول لك على حاجه بجد ايه بص بص انا 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 بحب الحاجات اللي يعني بس ما حدش يشربها محدش يشربها محدش يشربها اكيد فيها كلور صح؟ طيب ايوه عشان ده كلور ممكن أيوة محدش يشربها ايوه يا جماعه وحد يشرب الكلام ده هيروح فيها ما فيهاش هزار بس انا اللي عجبني ايه؟ ان انا بحب العلم في كده العلم نور فعلا شوف على الاقل على الاقل غير لون اوكي من لون كان احمر تقريبا اللي تحول زيه كان ما فيش حاجه يعني فيما معناه ان العلم حلو جدا العلم ده هو اللي فعلا وصل الناس للقمر يعني طلعهم من الفضاء وخلى الصاروخ عمال يلف فوقينا كده ومش عارفين هنعمل ايه اخرتها في الليله دي ما علينا بس اللي انا عايز اقوله بقول لكل الاطفال اتعلموا اتعلموا صدقوني اللي خلى هنا عملت تجربه لطيفه صغيره غيرت حاجه من حاجه لحاجه تانية رجعتها طبيعيه اذا ان مع كتر العلم نقدر نعمل حاجات كتير صح كده انا لما بقول يعني عايزه اقول حاجه لو حد مش مصدق ان ده يعني. لو ما حد مش مصدق ان ده حقيقي جربوها في البيت بالظبط هاتوا الحلقه من على اليوتيوب وجيبوا المعايير اللي قالتها دي وجربوها طبعا انا بحييكي يا هنا بجد لان انت كل مره الغرور ده بحييكي عشان انت كل مره بجد بتعملي حاجات بسيطه قوي 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 بس تخلي الواحد يفكر هو ليه لون الميه اتغير هو ليه مثلا ساعه الزيت والفلفل الاسود والميه مش ليه الميه انفصلت عن بعضها فانا بحييكي وعلى فكره احنا قبل الحلقه ما بنبقاش عارفين يعني بتبقى سايبينها هنا هي ورزقها معانا عملت تجربه حلوه تمام ما عملتش انتوا رايكم في التجارب لا حلو حلو جدا طيب انتوا ما عندكمش اي حاجه في حياتكم زي كده يعني مثلا حازم ايه هواياتك بتحب ايه كرياضه ولا قول لي اللي انت بتحبه لا بحب ده سمعت السؤال اللي انا كنت بقوله هنا ايه اكتر حاجه بتحس ان بتحب نفسك فيها سمعت السؤال ده السؤال ده برضو ليك يعني اللعب بس مش اللي هو اللعب الموبايل والكلام ده لا اللعب اللي هو رياضه واقعي ايوه الرياضه يعني بمعنى صح انت ما شاء الله جسمك رياضي انما انت يا قلبي انا وانت زي بعض انا وانت جسم بعض كده بس انا فريق الرياضه ايوه ما شاء الله ما باين عليك ايوه سويمنج ليه؟ سويمنج لا بالعربي عشان برنامج العربي هي دي اللي بتتكلم انجليزي بس سباحه ايوه عشان بس انا سايب لها الترجمه انا ما بتدخلش في الحاجات دي بس حلو انك بتلعب سباحه معانا مداخله من استاذ محمد السلام عليكم ازيك يا هنا كويس ميرسي قوي على التجارب الجميله دي برنامج جميل شكرا ومسي عام بركات على البرنامج الجميل ده برضه مساء الخير ازاي حضرتك ازي حضرتك استاذ بركات عامل ايه يعني حضرتك نورتنا كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب الله يخليك احنا متشرفين والله ان حضرتك بتتابعنا ومبسوطين ان تجربتك هنا عجبتك جدا
انا كنت عايز اقول الاجابه بتاعت التجربه بتاعت الحلقه اللي فاتت، بس هي انا سبقت وقالت. طيب اجابتها صحيحه اهم حاجه. مظبوط صح اكيد. اجابتها صحيحه. طيب الحمد لله، احنا بنعمل تجارب يعني كبيره قوي، خلي بالك. عايزين نزوده في التجارب دي على طول. لا ان شاء الله كل حلقه كده يبقى فيها هي بقى تشد حيلها، هي المسؤوله عن قسم التجارب في البرنامج. شكرا قوي وميرسي قوي على البرنامج الجميل ده وعلى التجارب الحلوه. شكرا قوي يا استاذ محمد. شكرا، شكرا لحضرتك ونورتنا. باي باي. نرجع بقى لموضوع. ايوه انا ارجع لك للسباحه بس نكمل. انا بتمرن باسكتبول، يعني مش تمرين، هوايه، حاجه انا حاببها بتمرن الحمد لله، يعني تمام الحمد لله تمام فيها. طيب احمد ايه حكايه السباحه بقى معاك؟ سبيح يا عويم يعني؟ يعني سبيح وعويم، يعني بعرف اعوم كويس جدا. حلو حلو. بس بعرف اعوم كويس في سنك ده بقوانين. وكويس، يبقى كويس، يبقى انت كده شاطر. يبقى انت شاطر. تعرف ان انا مره نطيت في بسين كنت هغرق في البدايه؟ كلنا بيحصل لنا كده. لا انا كنت شبح قوي في نفسي يعني. انا نطيت غلط وعملت كل حاجه غلط، وعرفت ان الدنيا لا ده قصه تانية خالص، ليها معايير تانية. كنت فاكر ان العوم في البحر زي العوم في البسين يعني. لا بس عوم في البحر حاجه وعوم في البسين حاجه. انا ما كنتش اعرف بقى كده، انا البحر هو البسيمة، وانا بقى ما بطلع من هنا انط هنا، اروح من هنا انط هنا، كنت عايش على كده. انا ما بحبش اعوم في البحر. لا السباحه يعني بشكل عام ليها تفاصيل وليها قوانين وليها حاجات كتير عشان ما يجيلكش شد وما يجيلكش مش عارف ايه. هي ليها فايده يعني، اولا للجسم بتشد الجسم، ثانيا ليها فايده اللي هو سباح، انت واحد بتعرف انك تعوم طبعا. فاول لما تكبر هيبقى مستقبلك كبير اكيد طبعا. طيب مين فيكم قريب من الفن؟ او طب اقول لكم سؤال، ايه حاجه دخلت شفتوها عندنا مثلا عجبتكم؟ حاجة هي اكتر حاجه بصراحه التجارب. التجارب هي اكتر حاجه ممكن انها تشدني اكتر. طب حلو قوي. ايوه يا سيدي. هي بتبقى ايوه يا عم، شكلها حاجات قليله جدا بس بتعمل حاجه كبيره يعني. بتبقى بتفرق. يعني هي حاجه صغيره. معانا مداخله ثانيه. اوكي من مين معانا مداخله؟ الو الو، ازيك يا هنا؟ ازيك يا مليكة؟ عامله ايه التجارب الحلوه دي؟ شكرا. من تقدم لتقدم. شكرا قوي. منوره. وانت كمان. عاوزين اكتر من كده. حاضر. انا بقى بنات مصر كده بس قويه. اوكي شكرا قوي. ان شاء الله، وحضرتك نورتينا، وان شاء الله اللي جاي كله خير باذن الله. نورتينا. نرجع للموضوع. وانا ما حدش معبرني ليه؟ بالصلاه على النبي كده عشان الحلقه دي تعدي على خير يعني. عشان بس نبقى حلوين يعني، تمام؟ ما انا مش لاقي. ما انت ما تاخديش على كده بس. ماشي، اصل ما حدش بقى، ما علينا. انا معلش. برنامجك يا ستي وربنا يوفقك. انا إيه كفايه اللي انا سواق اوبر عارفني. من فكرة يعني ايه العلاقه؟ الايه؟ ايه العلاقه؟ خلاص برنامجك وليك حق الناس تكلمك لوحدك، يعني ما حدش سال عليا بس، بس انا كفايه ان انا سواق اوبر عارفني. قال لي ايه ده؟ انا حظي القصه بقى اللي انا حكيتها في الاول. من فضلكم لو حد يتصل بينا يسلم علينا كلنا. مش غيره يا هنا، مش غيره. ده منظر واحد غيران، مش غيره يا جماعه، مش غيره. بس لما تسلم على حد سلم على كله. بس انا من الاول. طب دي مش غيره. ومن الاول كانت ايه؟ يعني انا ما كنتش غيرانه، حضرتك مش غيران. مش عارف. بقول لك دايما اللي بيكذب بيقعد يلعب في وشه. طيب. طيب انتوا سمعتوا الاغنيه اللي احنا غنيناها بره؟ خد الشوكولاته. طبعا ان شاء الله انا بدعوكم ان انتوا تتفرجوا عليها لما تنزل ان شاء الله يا رب. طبعا بطوله هنا وبقيه الاطفال بقى اللي قالتهم، رحيق وجوليا وتقى ونورسين محمد وميشو والعبد لله نجم مصر بركات كويلة. حضرتك انت نسيت حاجه؟ لا ما نسيتش. فكر. هقول لهم لك تاني؟ الوان لك تاني. ماشي، هنا ورحيق. ثانية واحدة، أنت الأول ما قلتش اسمي. ما أنا قلت الفنانة هنا. قلت حضرتك يعني الأول. ماشي أوكي. لا أبقى بص، شايف الغيرة بقى ده حقد ده. تمام، فإن شاء الله يعجبكم ويعجب كل الناس اللي هتشوفها، عشان الكليب ده إحنا تعبنا فيه. لا ريلي تعبنا فيه. عشان بس عارفين. طيب إيه أكتر حاجة بتعجبك في الفن؟ في الفن ممكن الاغاني او الموسيقى. الموسيقى بتسمع موسيقى ايه؟
حاسس ان انت مثقف كده. لا هو ممكن مثلا اكون بسمع موسيقى كلاسيك مثلا. مثقف يا جماعه، انا قلت الولد ده جميل. قول قول. لا هو الكلاسيك مش بسمعه كتير، بس يعني اما بيجي لحن حلو الله ممكن اسمعه. فغني بس يكون لحن من غير كلام. لا معلش استنى، الواد عنده حس الفن، الكلاسيك، اللحن الحلو، حاجات كده مفتقدينها ما بتتقال. نرجع بس الموضوع، هقول لك انا القصه دي بعدين. انا كمان يعني انا الكلاسيك احيانا اللي هو بستخدمه قوي، اللي هو انا ممكن احرجك واقول لك انت فاهم يعني ايه كلاسيك. اخص مش احرجك بقى، ما انا بقول لك انا ممكن احرجك. او مش هتبقى قوي يعني اللي هي زي اهو. ايوه دلوقتي الكلاسيك ده اللي هو مثلا ايه، عارف مثلا لما بتبقى لابس بدله. هي بس كده. او بركات يبقى عليك حاجات. بس اقول لك ما كده كده الجمهور هيسمع. ثانيه ماشي. ما انت مكسوفه تقولي ليه ما نقول دلوقتي؟ اقول ولا ما اقولش؟ قول قول. اقول شوف شوف انت طيب زي كده يا عيني، حقك ضايع زي دايما كده. تقول لي احنا اتكلمنا مع حازم كتير وما اتكلمناش مع احمد. خلاص اتفضلي اتكلم. استنى بقى يا عم انت اركن دلوقتي. اتفضلي يا ست. طيب والله انت قمر. انا بقول لك انت قمر، انت 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 زي كده. نسمه جميل، هتتكلمي ولا اخش مع حازم في الحوار؟ اتفضلي. طيب انا يا سيدي هسالك نفس السؤال، بتحب ايه في الفن؟ الفن بحب في حاجتين. حاجتين؟ الاكشن والكوميديا. الاكشن والكوميديا الاثنين عكس بعض خالص. الاكشن ايه بقى يعني مثلا بتتفرج على افلام اجنبيه او حاجات كده؟ افلام اجنبيه او عربيه، بس اهم حاجه تكون افلام فيها اكشن او كوميديا. حلو احبها أو احب الفيلم ده. او طب بتتفرج مثلا على حاجات قديمه اسماعيل ياسين مش عارف من الحاجات لا دي ولا؟ لا صح مش بحبها. طيب انا عايز اقول لك ان في فيلم اسمه مارتر كومبات، باين عارفه؟ عارفينه؟ لا. المهم يعني ده فيلم جديد انصحك تتفرج عليه لو ليك في الاكشن، يعني الفيلم ده حلو انا اتفرجت عليه. انجلش؟ اه نو نو تي دو تي 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 قصه كده يعني. انا بحب افلام الاكشن زي مارفل مثلا، زي فيلم مارفل اللي هو الاجنبي. ما هو فيلم وهو استوديو انتاج يعني. ايوه يعني بحب افلام زي كده، افلام الكوميديا برضو. في فيلم مارفل برضو بيبقى فيه احيانا كوميديا. اي فيلم فيه كوميديا او اكشن احبه. ولو فيه الاثنين احبه جدا. الله عليك، يعني لو فيلم فيه اكشن وكوميديا كده يبقى تضحك وتعيط. لا هو ما كده مفيش عياط بقى، والراجل ما اختارش حاجه في عياط خالص، ولا اكشن طاقه بقى وحماس، لا ضحك وهزار وصباح الفل. انا ما بحبش الكاب يعني. انا ما بحبش الكاب. انا شخص اللي هو بحب الضحك دايما، بحب هزار وبحب اللعب في اي وقت. انما انا شخصيتي فيها حاجه، وقت الجد جد، وقت الهزار هزار، وقت الضحك ضحك، وقت الفرفشه. والله انت جميل. انت بقول لك، طب انا ببصك على الهوا قدام الناس ومش عارف اعمل ايه معاك. ايه طيب انا هقول لك حاجه عجباني فيك انت واخوك، اللي انتوا الله اكبر ربنا يحميكوا ما عندكمش، مش عارف اقولها لكم ازاي، مش لاقي صيغه اقولها بيها، بس هقولها لكم بشكل قول اسمها وخلاص. لا قولها بالعام. زي الغيره كده، اللي هو يعني انا اللي احس في كلامك اللي انت فرحان لاخوك طول الوقت ومبسوط. لا برضو انا مش بغير عشان حاجه، مثلا حازم جاله حاجه حلوه فرحته جدا، حاجه حلوه جدا وفرحتنا كمان. انا مش بكون زعلان ولا بغيران حتى، عشان انا بكون عارف ان هتجيلي حاجه حلوه انا كمان. الله عليك. بعديها عايز اقوم احضنه يا ناس. عايز اقوم بص هحضنك بعد الحلقه. تمام. انت جميل وشاطر، وعايز اقول لك ربنا سبحانه وتعالى هيدي لك بقى خير كتير قوي، لان انت عارف كده وواثق ان شاء الله زي ما انت قلت جات له حاجه حلوه يبقى انت كمان ربنا هيدي لك حاجه حلوه. كلكم زي بعض. ايه كلكم زي بعض؟ رايكم زي بعض. الستات اللي دخلها في قعده الرجاله الجامده دي، ده احنا بنقول كلام كبير قوي. انقطع عليك. احرجتك؟ لا عليك. ماشي. طيب خلاص احمد تمام معاكي ولا؟ اوكي. تمام كده؟ اصل بص هي بتحب العدل قوي هنا دي، يعني احلى حاجه فانا العدل، اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، بس كده. طيب نرجع لك انت تاني يا عم. طيب انت لك في الاكشن بقى في الافلام وكده ولا؟ في الافلام اكشن بس. مالكش بقى في الكوميديا وخفه الدم والزرافه والطاقه؟ مش قوي يعني.
يعني عارف انا متخيلك ازاي؟ اللي انت قاعد على شمسيه واخد بالك ومنزل رجلك في الميه كده وشغل جنبك مثلا عبد الحليم حافظ واخد بالك وماسك في ايدك كده كمانجه. لا ما كمانجه ما خلاص هو مشغل حاجه هي هيسمع ويعزف ليه هو ساحر يعني طب واخد بالك كده وتبقى حاجه فلاش حاجه كلاسيك كده. طيب ايه اكتر حاجه نفسك تقولها لاصحابك بس حاسس ان هو يعني مش هيتقبلوها منك؟ ما اعرفش يعني ممكن ما يكونش في دماغي دلوقتي بس هو اكيد فيه. طب فكر انا يعني بكون عايزه اقول لهم ان مفيش غيره يعني محدش يبقى غيران واحنا كلنا زي الاخوات بس بكون حاسس ان هم هيقولوا لا مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها احنا زي الاخوات احنا مجرد اصحاب في المدرسه مفيش حاجه اسمها ان احنا زي اخوات مفيش حاجه اسمها كده. انت بتحس ان في غيره؟ مش قوي يعني طيب. اصحابي مش من النوع ده بس طيب معلش احيانا كده اقول حاجه بس اتفضل احنا حلقتنا خلصت لا بقى لا القعده دي كده يا جماعه ما فيها هنا قالوا لي الحلقه خلصت يعني ايه قالوا لي مش سيبونا براحتنا القعده حلوه والناس جميله وناس سكره معلش طيب طيب اتفضلي بقى اقفلي مع الناس الحلوه دي بقى واقفلي مع جمهورك وانا هسكت خالص. حضرتكم نورتونا قوي وانا فرحانه ان احنا قعدنا معاكم وتعرفنا عليكم اكتر بس احنا دلوقتي هنقول بقى للجمهور باي باي ونشوفكم في حلقه. ينفع اقول باي باي معاكم؟ ماشي يلا وهنشوفكم في حلقه. كاميراتكم ايه؟ كاميراتكم ايه؟ من برنامج هنا والاصدقاء. باي باي. يلا باي 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 باي, باي, باي.